وسلام مجدد وثنى وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى من له إليك انتماء. Hold up.
اليتيم عن غدا فأتته من آل سعد فتاة غلبتها لفقرها الرضا أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانه النشا أصبحت شوالا عجافا وأمسا لسعيد فإنهم سعداء حبة أنبتت سلابل والعاق ولديه يستشرف الضعفاء وأتت جده وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء إذا حاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء والحياة وأتاها أن الغمام توسى فأضلته منهما أفيا وأحاديث أن وعد رسولي لي بالبعد حال منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما سنى ما يبلغ المنى الأفيا أنه الكنز الذي حاولت هو الكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء أمما أشربت قلوبهم الكفر رفداء الضلال فيهم عيا ورأينا آياتهم فتدينا بها من تشاء كم رأينا فليس
الأقدار هم قوم بقتله فأبى الشاه وفاء وفاءت الصفوة وأبو جهل إذ رأى عنق الفاح لإليه كأنه العنقى واقتضاه النبي دين الأراشي وقد ساء بيعه والشراء ورأى المصطفى أتاه بمالا يجي منه دون الوفاء النجاة وما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعد خطا وأعدت حمالة الحطب الفيل روى جاءت كأنها الورقة يوم جاءت غضبا تقول أفيمي لي من أحمد يقال هجاء وتولت وما رأت هو من آي نترى الشمس مقلة عمياء ثم سمت له اليهودية الشاق سوى كم سام الشقوة الأشقياء فأداعت ذراع ما فيه من سوء من بلطق إخفاؤه إبداء وبخلق من النبي كريم لم تقاصص بجرحها العجماء من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم ربا وأتى السبي فيه أخت رضاعي وضع الكفر قدرها والسبا رحبها بالرد توهمت إنا سبي أنما السباء هدا بسط المصطفى لها بالرداء أي فضل حواه ذاك الرداء فغدت فيه وهي سيدة النيل وتوى السيدات في إيمان صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجدد وتلا وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى من له إليك اتماع فتنزه بذاته ومعاني استماعا إن عز منه اجتلا واملأ السمع من محاسن يملي عليك الإشاد والإنشاء كل وصف له ابتدأت بإصداق عبى أخبار الفضل منه ابتداء سيد ضحكه التبسم والماش يلهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غاي رمحياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياة لتحل البساء منه عرى الصار ولا تستخفه السرى كرمت نفسه فما يخطر السوء وعلى قلبه ولا الفحشاء عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء جهلت قومه عليه فأغضى وأخو العلم دأبه الإغضاء وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء مستقل دنيا كأن يسبى سك منها إليه والإعطاء شمس فضل تحققت ظن فيه أنه الشمس رفعة وضياء فإذا ما ضحى محال الضيق لوقد أثبت الظلال الضحى فكأن الغمامة استودعته من أضلت من ظله الدففا خفيت عنده الفضائل وانجاه
الجلال كريم خلقي والخلق مبسط المعطاء لتقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء كل فضل في العالمين فمن فا للنبي استعاره الفضلاء شق عن صدره وشق له الباب هو من شرق كل شرق جزاء ورمى بالحصى فأقصد جيشا من عليهم سحابة وطفا فتحرى مواضع الرعي والسال وحيث العطاش توها السقار وأتى الناس يشتكون أذاها ورخاء يؤذي الأنام غلا فدعا فانجلى الغمام فقل في وصف غيث إقلاعه استسقى ثم أثرى الثرى فقرت عيونه بقراها وأحييت أحيا فترى الأرض غبه كسماء أشرقت من نجومها الظلماء تفجر الدر واليواقد منا لرباها البيضاء والحمراء زال عن كل من رآه الشقاء مسفر يلتقي الكتيبة مسا من إذا أسهم الوجوه اللقاء جعلت مسجدا له الأرض فهدى زبين الصلاة فيها حراء مظهر شجة الجبين على البور كما أظهر الهلال البراء ستر الحسن منه بالحسن فاجا بجمال له الجمال وقا فهو كالزهر ناح من سجف الأمم والعود شق عنه اللحى كاد أن يغشي العيون سلم منه ولسر فيه حكته دكا السكينة أنتم لرفيه أثارها المأساة وتخال الوجوه إن قبلته ألبستها ألوانها الحربا فإذا شمت بشره ونداه أدهلتك الأنوار والأنوار أو بتقبيل راحة كنر الله وبالله أخذها والعطاء تتقي بأسها الملوك وتحظى بالغنى من موالئ الفقراء لتسل سيل جودها إنما يا فيك من وقف زحبها الأندى درت الشاة حين مرت عليها فلها ثروة بها ونما سبحت بها الحصبة أحيت المرملين من موت جهد أعوز القوم في زاد وما فتغدى بالصاع ألف جياع وتروى بالصاع ألف ظما ووفى قدر بيضة من نضار بين سلمان حين عاد الوفاء أفلا تعذرون سلمان لما من عرضه من ذكره العروى وأزالت بلمسها كل داء أكبرته أطبة واسى
لي منه للقاء بإذا مرجعي أقض وقاء حظي المسجد الحرام بممشى هوى لم ينس حظه الإلياء ورمت إدرما بها ظلم الليل لإلى الله خوفه والرجاء دميت في الوضع لتكسب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء فيقطب المحراب والحرب كمدا رك عليها بطاعة أرحى وأراه لو لم يسك بها قا يحرى أن نجت به الدأما صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجدد عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول ابتلاء والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاه وزقا أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء أعجز الإنس آية منه فهلا تأتي بها البلغاء كل يوم يهدي إلى سمعيه معجزات من لفظه القراء تتحلى به المسامع والآب وهو هو الحني والحلوى رق لفظا وراق معنى فجاء في حلاها وحليها الخنساء إنما تجتلى الوجوه إذا ما جليت عن ملاتها الأصلى صور منه أشبهت صورا من نوى مثل النظائر النظرا والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يوهمنك الخطباء كما بانت آياته من علوم عن حروف أبان عنها الهجاب فهي كالحب والنوى أعجب الزهر رعى منه سنابل وزكاة فأطالوا فيه التردد والرأي فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى به النعناع وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء قوم عيسى عملتم قوم موسى بالذي عاملتكم الحنفاء صدقوا كذبكم وكذبتم كذبهم إن ذا لبئس الدواء لو جحدنا جحودكم لاستوينا أوللحق في الضلال استوى ما لكم إخوة الكتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسد الأول الأخير وما زال لكذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابل أبي لو مظلوم إخوة الأتقياء وسمعتم بكيد أبناء يعقوب فأخاهم وكلهم صلحاء حين ألقوا في غيابة جب ورموه بالإفك وهو براء فتأسوا بمن مضى إن ظلمتم فالتأسي لنفس فيه عزاء أتراكم وفيتم حين خانوا أم تراكم أحسنتم إذا ساء بل تمادت على التجاهل آباؤكم
فازا لت بها عن عيونهم غشوا أو تقولوا قد بينته فما لي أدني عما تقوله صما عرفوه وأنكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء أولا ينكرون من طحنتهم برحاها عن أمره الهيجا وكساهم ثوب السضار وقطوا لدماء منهم وصيل الدماء كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء خبرونا أهل الكتابين من آل ما أتاكم تفليتكم والبدا ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لنص فيه البعاء والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء ليت شعري ذكر الثلاثة والواء هذي نقص في عقدكم أم نما كيف وحدتم إلى أن نفتا وحيد عنه الأباء والأبناء أإله مركب ما سمعنا بإله لذاته أجزاء ألكل منهم نصيب من الموت كيف ألا تميز الأنصباء أتراهم لحاجة واضطرار خلطوها وما بغى الخلطاء أو الراكب الحمار فيا عاد زإله يمسه الإعياء أم جميع على الحمار لقد جاء لحمار بجمعهم مشى أم سواهم هو الإله فمانيت مات عيسى إليه والإتماء أم أردتم بها الصفات فلنفوا صدناكم بوصفه وثنى أم هو ابن الإله ما شركته في معاني البنوة الأنبياء قتلته اليهود فيما زعمتم ولأمواتكم به إحياء إن قولا أطلقتموه على الله لتعالى ذكرا لقول هراء مثل ما قالت اليهود وكل لزمته مقالة شنعاء إذ هم استقرأوا البداء وكم ساء طوى بالا إليهم استقرا وأراهم لم يجعلوا الوحيد القى هر في الخلق فاعلا ما يشاء جوزوا النسق مثل ما جوزوا الماء فعليهم لو أنهم فقراء وإلا أن يرفع الحكم بالحكم وخلق فيه وأمر سواء ولحكم من الزمان انتهاء ولحكم من الزمان ابتداء فاسألوهم أكان في نسخهم ما قل لآيات الله أم إنشاء وبداء في قولهم ندم الله بعد سهو ليوجد الإمساك أم بدا للإله في ذبح إسحاق وقد كان الأمر فيه مضى أو ما حرم الإله نكاحا أخت بعد التحليل فهو السلاح لا تكذب أن اليهود وقد زاد وعن الحق معشر اللؤماء جحدوا
المصطفى وآمن بالطاعة. خلق من عندهم شرفاء، قتلوا الأنبياء واتخذوا العين، لا إنهم هم السفهاء، وسفيء مساءهم من هو السام، كان سبتا لديهم الأربعاء. هو يوم مبارك قيل للتعرف فيه من اليهود اعتداء، فبظلم منهم وكفر عدتهم طيبات في تركهن ابتلاء. خدعوا بالمنافقين وهل ينفقوا إلا على السفيه الشقاء، واطمأنوا بقول الأحزاب إخوة ليموا إننا لكم أولياء. حلفوهم وخالفوهم ولم أدر لماذا تخالف الحلفاء، أسلموهم لأول الحشر لا بي عدهم صادق ولا الإله. سكن الرعب والخراب قلوبا وبيوتا منهم دعاها الجلال، وبيوم الأحزاب إذ زغت الآب صاروا فيه وضلت الآراء، وتعدوا إلى النبي حدودا كان فيها عليهم العدوى، ونهتهم وما انتهت عنه قوم، فأبيد الأمار والنهى وتعاطوا في أحمد المنكر القام لونطق الأراضي للعورى. كل رجس يزيد الخلق السوء وسفاء والملة العوجاء، فانظروا كيف كان عاقبة القام وما ساق للبديه بدا، وجد السف فيه سما ولم يريد الميم في مواضع با، كان من فيه قتله بيديه فهو في سوء فعله الذابا. فهو النحل قرصها يجلب الحال، فإليها وما له إن كان. صلوات عليك يا خير هادي، وسلام مجدد وثناء، وعلى الآل والصحابة جمعا، وعلى من له إليك انتماء. صنعت قومه حبائل بغي، مدها المكر منهم وتهى، فأتتهم خير إلى الحرب تفتى، لول الخير في الورى خيلا، قصدت فيهم القنا فقوافي، طال منها مشن والإيطاء، وأطارت بأرض مكة نقعا، ظن أن الغدو منها عشاء، أعجمت عنده الحجون وأكدى، عند إعطائه القليل كدا، ودأت أوجها البلا وبيوتا، مل منها الإخفاء والإقوى، فدعوا أحلم البرية والعام، هو جواب الحليم والإغضاء، نشدوه القرب التي من قريش قطعتها الطراد والشحناء، رعف عفو قادر لم ينغص وعليهم بما مضى إغراء. وإذا كان القطع والوصل لله يتساوى التقريب والإقصاء، وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإقرار.
السامعين ذكر علاه يا لراح ملذ به الندماء النبي الأمي أعلم من آت ندع عنه الرواة والحكماء وعدتني ازدياره العب وجنا ومنت بوعدها الوجنا أفلا أن طويلها في اقتضائي لتقويم بيننا الأفلا بألوف البطحاء يجبل عني لو قد شف جوفها الإضماء أنكرت مصر فهي تنفر مالا حبلاء لعينها أو خلا فأفضت على مباركها بير كتهاب البويب فالخضراء فالقباب التي تنيها فبئر النخل والركب قائلون رواء وغدت أيلة وحقل وقر خلفها فالمغارة الفيحة فعيون الأقصاب يتبعها النار هو تتلو كفافة العوجاء حورتها الحوراء شوقا فينبو عنف رق الينبوع والحوراء نحب الدهلوين بدر لهابا لحنين وحنت الصفراء ونضت بزوة فلا بهم فالجو فتو عنها محاكه الإنضاء وأردها الخلاص بئر علي فعقاب السويق فالخلصاء فيا للماء بئر عسفا أو مين بطن مر ضمآنة خمصا قرب الزائر المساجد منها بخطاها فالبطء منها وحا هذه عدة المنازل لا ما عد فيه السماك والعواء فكأني بها أرحل مما كت شمسا سماؤها البيداء موضع البيت مهبط الوحي مأوى رسل حيث الأنوار حيث البهاء حيث فرض الطواف والسعي والحال في ورهي الجمال والإهداء حبذا حبذا معاهد منها لم يغير آياته إن الملا حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلا فقضينا بها مناسك لا يمات إلا في فعلهن قضى ورمينا بها الفجاج إلى طاي متى والسير بالمطايا رما فأصبنا عن قوسها عرض القر ونعم الخبيئة الكوماء فرأينا أرض الحبيب يغص طرف منها الضياء واللالا فكأن البيداء من حيث ما قابلت العين روضة والنا وكأن البقاع ذرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن الأرجاء ينشر الأشرار مسك فيها الجنوب والجربياء فإذا شمت أو شببت رباها لح منها برق وفاح كبا أي نور وأي نور شهدنا يوم أبدت لنا القباب طبا قر منها دمعي وفر اصطباري فدموعي سيل وصبري جفا فترى الركب طائرين من الشاق فإلى قيمة لهم ضوضاء فكأن الزوار ما مست الباب سأمرهم خلقا ولا الضراء
نفس منها ابتهال وسؤلون ودعاء ورغبة وابتغار وزفير تظن منه صدورات صدحات يعتادهن زقار وبكاء يؤيه بالعين مد ولحيم يحثه استعلاء وجسوم كأنما رحضتها من عظيم المهابة الرحضاء ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء ودموع كأنما أسلتها من جفون سحابة وطفاء فحطتنا الرحال حيث يحط وزر عنا وترفع الحوجا وقرأنا السلام أكرم خلق له من حيث يسمع الإقراء ودهلنا عند اللقاء وكم هل صفا من الحبيب لقاء ووجدنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيمان ورجعنا وللقلوب التفاتا ثم إليه وللجسوم انتنا وسمحنا بما نحب وقد يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مدح له وثناء بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إلاء ومسير الصبا بنصرك شهرا فكأن الصبا لديك رخاء وعلي لما ثفلت بعينيه وكلتاهما معا رمداء فغدا ناظرا بعيني عقاب في غزاة لها العقاب لواء وبريحانتين طيبهما منك الذي أودعتهما الزهراء كنت تؤويهما إليك كما آوت من الخط نقطتيها الياء من شهيدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء ما رعى فيهما دمامك مرؤوس وقد خان عهدك الرؤساء أبدل الود والحفيظة في القربى وأبدت ضبابها النافقاء وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء فابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء كل يوم وكل أرض لكربي منهم كربلاء وعاشوراء آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التأساء غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء رب يوم بكربلاء مسيء خففت بعض وزره الزوراء والأعادي كأن كل طريح منهم الزق حل عنه الوكاء آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخلساء ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء بأصحابك الذين هم بعد لك فينا الهداة والأصياء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إزاء أغنياء نزاة فقراء علماء أئمة أمراء زهدوا في الدنا فما عرف المال
إليها منهم ولا الرغبة أخسوا في الوغى نفوس ملوكين حربوها أسلابها إغلا رضي الله عنهم ورضوا عن فأنا يخطو إليهم خطا كلهم في أحكامه تشهاد وصواب وكلهم أكفى جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحنيف جاء ما لموسى ولا لعيسى حواري ينفي عدهم ولا نقبا بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدأداء أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إشفاء أنفق المال في رضاك ولا ما من وأعطى جما ولا إكلا وأبي حفص الذي أظهر الله وبه الدين فرع والرقبا والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القربا عمر بن الخطاب من قوله الفاصل ومن حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إن كان فارو قلب للنار من سناه مرا وابن عفان ذي الأيادي يثيطا لا إلى المصطفى بها الإسلام حفر البئر جهز الجيش أهدى هيا لما صده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إلا يد منه إلى النبي فناء فجزته عنها ببيعة رضوان من يد من نبيه بيضاء أدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حفد الأدباء وعلي سوى النبي ومندي لفؤادي وداده والولاء ووزير ابن عمي في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء وبباقي أصحابك المظهر الدار لما فينا تفضيلهم والولاء طلحة الخير المرتضي رفيقا وحيدا يوم فرت الرفقا وحواريه كالزبير أبي القاب بالذي أنجبت به أسماء والصفيين توأم الفضل سعد وسعيد إذ عدت الأصفياء وابن عوف من هولت نفسه الدون يا ببذل يمده إثرا والمكنى أبا عبيدة إذ يرد إليه الأمانة الأمنا وبعميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتا ولأم السبطين زوج علي وبنيها ومن حوته العبا وبأزواجك اللواتي تشرى نبي أنصانهن منك بنا صلوات عليك يا خير الهادي وسلام مجدد وثناء وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى من له إليك انتماء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن أوام قدم
تمسكت من ودادك بالحال للذي استمسكت به الشفعاء وأبى الله أن يمسني السوء وبحال ولي إليك اتجاه قد رجوناك للأمور التي أفردها في قلوبنا رمضا وأتينا إليك أنضى فقري حملتنا إلى الغنى أنضى وطوت في الصدور حاجة نفسي ملأها عن ندى يديك طوى فأغثنا يا من هو الغوط والغايث إذا أجهد الورى اللأوى والجواد الذي به تفرج الغمات عنا وتكشف الحوبى يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذيلت عن أبنائها الرضعى يا شفيعا للمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء جد عاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء وتداركه بالعناية مادى ما له بالدمام من كدما أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأمنياء كل يوم ذنوبه صعدات وعليها أنفاسه صعدا ألف البطنة المبطئة السن لبدار بها البطان بطا فبكى ذنبه بقسوة قلبه نات الدمع فالبكاء مكا وغدا يعتب القضاء ولا عود لعاص فيما يسوق القضاء أوتقته من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرباء ما له حيلة سوى حيلة الموت فقيم ما توسل أو دعاء راجيا أن نعود أعمله السوء وبغفران الله وإيابا أو ترى سيئاته حسنات فيقال استحالة الصابة كل أمر تعلى به تطلب الآن فيه وتعجب البصرى رب عين تفل في مائها المير حلم أضحى وهو الفرات الروى عين ما جنيت لو كان يغني ألف من عظيم ذنب وهاء أرتجي التوبة النصوح وفي القلب بنفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجيد معوجاج من كبرتي وانحناء كنت في نومة الشباب فما استاي قلت إلا ولمتي شمطا وتماديت أقتفي أثر القوم من فطالت مسافة واختفاء فورى السائرين وهو أمامي سبل وعرة وأرض عراء حمد المدلجون غب سراه وكفى من تخلف الإبطاء رحلة لم يزل يفند للصيف فإذا ما نويتها والشتاء يتقي حر وجهي الحر والبار دا وقد عز من لظى الالتقاء دقت ذرعا مما جنيت فيومي قنطرير وليلتي ذرعا وتذكرت رحمة الله فالبشر لوجهي أن التحى تلقى فألح الرجاء والخوف بالقال
بولي الخوف والرجاء احفا صحي لا تأس إن ضعفت عن إخطاء عتي واستأثرت بها الأقوياء إن لله رحمة وأحق نسي منه من رحمة الضعفاء فقف العرج عند منقلب الداء ففي العرج تسبخ العرجاء لتقل حاسدا لغيرك هذا أثمرت نخله ونخل عفا وتب المستطاع من عمل البيت فقد يسقط الثمار الإتاء وبحب النبي فابغ رضا الله هب في حبه الرضا والحباء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجدد وثناء وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى من له إليك انتماء يا نبي الهدى استغاثة ملهو في أضرت بحاله الحوبا يدعي الحب وهو يأمر بالسوء ومن لي أن تصدق الرغبا أي حب يصح مني وطرفي للكرى واصل وطيف كرى ليت شعري أذاك من عظم ذنبي أم حظوظ المتيمين أقضى هي كل عظم زلتي حنت رميا فقد عز داء قلب الدواء كيف يصدى بالذنب قلب محب وله ذكرك الجميل جلا هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء ضمنتها مدائح مستطاب فيك منها المديح والإصغاء قلما حاولت مديحك إلا سعدت هامم ودال وحا حق لي فيك أن أساجد قوما سلمت منهم لدلو الدلاء إنني غيرة وقد زحمتني في معاني مديحك الشعراء ولقلبي فيك الغلو وأنا للساني في مدحك الغلوى فأدب خاطرا يلذ لهما لك علما بأنه الأهلا حكى من صنعة القريض برودا لك لم تحكي وشيا صنعا أعجز الدر نظمه فاستوت في اليدان الصناع والخرقا فضه أفصح امرئ نطق الضا فقام التغار منها الضا أبذكر الآيات أوفك مدحا أين مني وأين منها الوفاء فالمماري بهن قوم نبي سأما ظنه بي الأغبياء ولك الأمة التي غبطتها بك لما أتيتها الأنبياء لم نخف بعدك الضلال وفينا ورثوا نور هديك العلماء فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لهن انقضى والكرامات منهم معجزات حزها من نوالك الأولياء إن من معجزاتك العجز عن واص فيك إذ لا يحده الإحصاء كيف يستوعب الكلام سجايا كوهل تنزح البحار الركاب ليس من غاية لمن
بقدحك أبكي هواني القول غاية وتها إنما فضلك الزمان وآيا تك فيما نعده الآن لم أطل في تعداد مدحك نطقي ومرادي لذلك استقصى غير أني ظمآن وجدي ومالي بقليل من الورود ابتواء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجدد وثناء وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى من له إليك تما صلوات السلام عليك تترى من الله وتبقى به لك البأواء وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام عليك وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بذكرك الأملاك وصلاة كالمسك تحمله مني شمال جمال إليك أو نكباء وسلام على ضريحك تضل منه تربة وثناء قدمت بين نجواي إذ لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة ما أقام الصلاة وقامت بربها الأشياء